احنا في المترو مواسم مستعدين 24 ساعه في اليوم. بدايه الدراسه بتبدا، جاهزين مكاتب الاشتراكات في محطه زي محطه الشهداء، عندنا مكتب اشتراكات 2 ومكتب اشتراكات 1. طبعا موسم طلبه، الطلبه بتنزل في الاول، بيبقى عندنا في اول اسبوع طلبه بتجهز الاشتراكات. طبعا بيبقى زحام جدا شديد جدا على شبابيك التذاكر، يعني بمعنى ان التذاكر الصفراء هي اللي بتشتغل لحد الاول اسبوع على بال ما الطالب ياخد الاستماره. بيجي الاول يخش ياخد طلب استماره، وبعد كده حضرتك بيودي الورقه بتاعته الكليه او المدرسه او المعهد بتاعه يختمها، وبعد كده بيجيب الاستذكاره، بيجيب الصوره بتاعته وبيقدمها في الشباك وبيعمل الاشتراك بتاعه. ثمن الاشتراك بالكارت بالاستماره بكل حاجه 37 و34 جنيه، هي الاستماره ب 5 جنيه، مفيش اي حاجه زادت. عامله اشتراك من المرج لغايه الحلميه، يعني بيوفر علينا طبعا كتير، طبعا احسن طبعا بكتير من ان انا اجيب تذكره وكل يوم، لا اشتراك طبعا بيوفر كتير جدا. الاشتراكات طبعا بتبقى موفره عن التذاكر كل يوم واسهل، يعني بدل ما انزل كل يوم اروح اقطع تيكت وارجع، لا انا باخد الاشتراك واطلع بيه على طول. بالنسبه للطلبه فدي مريحه، وتاني حاجه بتسهل لهم في اثناء العمليه الدراسيه. وبالنسبه للاشتراكات احنا مش بنتكلم بس على الاشتراكات، احنا بنتكلم ان المترو دوت وسيله عامه للمواطنين جميعا، فياريت ان احنا نحافظ عليه. وتاني حاجه ان الناس تبقى مراعيه ان الوسيله ديت لازم نحافظ على تطويرها. انا طالب، وفائده الناس يعني المترو بيسهل لي الطريق اني اروح الكليه بتاعتي، يعني مثلا كليتي بعيده في المطريه، وبركب من الجيزه لحد المطريه في المترو. بقالي فتره بركب المترو، بس يعني انا لقيته كويس ووسيله اسهل بالنسبه لي، وكمان بطلع قدام الكليه على طول. الصبح مثلا لما يكون عندي محاضره بدري، الصبح بدري بلحق مثلا، هو اسرع حاجه باخدها المترو، مش هلحق اول محاضره.